الله الرحمن الرحيم. أيها الحظ الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، متابعينا هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، رياضة الحاضر والماضي. إذن انطلقت على بركة الله وتوفيق شوطنا العشرون بتعداد أشواط الفترة الصباحية، وانطلق هذا الشوط حامل أسماء متواجدة، شعارات انطلقت باحثة عن تسجيل نقطة في هذا اليوم وبهذا المحلي الحادي عشر بانطلاقته وبمسيرته. إذن أول المراكز هنالك المقدمة والصدارة، تواجد الأصغر من ينطلق مع السن الصغار، ويتواجد الأصغر مع المركز الأول وبشعار مبارك بن محمد بن ضابط الضابط الدوسري. تغيرت الأمور مع أول المراكز، تغيرت الأمور مع الصدارة، وانطلق مع أول المراكز على ما يبدو بين شعار بخزينة مع أول المراكز، ولكن أيضا تغيرت أمور الصدارة مع المتعد لعلي بن عبد الهادي بن حبيشان نابت المري. ثاني المراكز تواجد شقموم لناصر بن محمد المريزيق المري، والمركز الثالث شعار بخيت بسار بخزينة المري مع المركز الثالث، ومع سوقان لشاعرنا الكبير بخيت بسار بخزينة المري. والمركز الرابع تواجد من قبل رابع المراكز هملول فهد بن علي بن حسن القبيسي، والمركز الخامس يتواجد الهايل لشفيع بن راشد بن سعيد الفيدة المري. هذه الخمسة الأسماء المتقدمة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط وبالانطلاق المميز، ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع أول المراكز. أشاهد سوقان من خاض المنافسة وانطلق مع أول المراكز، غير بهذه اللحظات من الجانب الأيمن شغموم ناصر بن محمد أمرزيق المري، يقدم شغموم مع المقدمة والصدارة. سوقان مع المركز الثاني، يتواجد شعار بخيت بسار بخزينة المري، يقدم لنا سوقان مع الثاني. المراكز بمنافسة أخوية جميلة، بأيضا هذا الشعار الذي صال وجال وقدم لنا الأسماء المميزة، وتواجد أيضا مع السن الكبار ومع الزمول ومع أيضا انطلاقات الكبار. وهنالك المركز الثالث، يتواجد الباز علي بن محمد العجمي، رابعا يتواجد شاهين محمد بن راشد بن دين المري، خامسا تواجد الحذر عبد الله بن محمد بهراد المري. بدأت الشعارات تظهر وتبين بهذه اللحظات، ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع المقدم ومع شغموم من يقود الصدارة وينطلق مع المركز الأول. شغموم تعود الملكية لناصر بن محمد المرزيق المري، ولكن غير الباز، انطلق الباز وعلي بن محمد العجمي يقدم لنا الباز مع الصدارة ومع المقدمة ومع انطلاق أول المراكز. المركز الثاني قادم بهذه اللحظات، شهيد عبد الرحمن بن ناصر حباب الهاجري، وهنالك أسماء قادمة وواصلة لا محالة بهذه الانطلاقة وبهذه المسيرة الجميلة، ولكن أعود مع العجمي وشعار العجمي من ينطلق مع أول المراكز ومع الباز وماركة الباز وسلالة الباز التي تواجدت مع سن الصغار والكبار، ومع ايضا تواجدها باشواط الرموز والذهب مع انطلاقه هذه السلاله العريقه التي تواجدت في هذه الرياضه وفي رياضه الاباء والاجداد. اذا الباز ينطلق مع الصداره، علي بن محمد العجمي يقدم الباز بهذا التقدم الجميل. سلام وتحيه واحترام لمالك الباز علي بن محمد العجمي، ولحظه قدوم الخط النهائي مع الفوز والنموذج ثاني المراكز. كان الوصول من قبل شاهين عبد الرحمن بن ناصر حباب الهادي المركز الثالث، كان التواجد من قبل شاهين محمد بن راشد الدين، رابعا كان الوصول من قبل القنصل لمحمد بن محسن بن زيد المري المركز الخامس، كان التواجد من قبل لوك لسعيد بن بطي السيف.
مشاهدينا متابعينا الاعزاء. اذا نشاهد اعادة صوتنا السابق وهذه المنافسة الجميلة والانطلاقات المميزة. كان السوقان للشاعر بخيت رسالة بخزينة وقائد لهذا الشوط في هذه اللقطة الجميلة وغير بهذه اللحظات شقوم لناصر بن محمد مرزيق المري. وكان التواجد والانطلاق ولحظة التسلل من قبل الباز لعلي بن محمد العجمي من قدم لنا الباز في هذه الانطلاقة الجميلة ولحظة قدوم إلى خط النهاية. 4 دقائق بلا شك هو توقيت الزمني 35 ثانية 88 ثانية. الثاني شركات علي بن محمد العجمي ثاني المراكز أي شاهين 4 دقائق 36 جزء من الثانية. الثاني تبريكات لعبد الرحمن بن ناصر حباب الهاجر. المركز الثالث كان التواجد من شاهين 4 دقائق 37 ثانية 60 جزء من الثانية. الثاني تبريكات لمحمد براتي بن ديلة المري على حصول شاهين على المركز الثالث.